السلام عليكم يا مبدعين، وفيديو النهارده مهم مهم جدا وحط تحتها مليون خط. الفيديو يا صاحبي بيتكلم عن تطبيق لازم يكون على موبايلك، فاتاكد انك تشوف الفيديو لحد اخر دقيقه عشان تعرف المميزات التطبيق بيديها لك، الحاجات اللي ممكن تعملها من خلال التطبيق ده. وفضلا وليس امرا انزل تحت تعمل فيديو بلايك عشان نكمل السلسله دي. وبس كده، مشاهده ممتعه. فكرة التطبيق ان هو بيمنع لك موبايلك من السرقة. لو حد مثلا سرق موبايلك بيجيب لك مكانه فين، بيته، صورته الشخصية، وبيبعتهم لك على البريد بتاعك. هنفهم ازاي دلوقتي. كل علينا اللي احنا ندخل على جوجل بلاي، هنحمل التطبيق ده كروك كاتشر ونعمل له تثبيت. التطبيق مساحته صغيرة جدا، 4 ميجا، ومحمله اكتر من مليون شخص. التقييم بتاعه 4.2 من 10. بمجرد تثبيت التطبيق بنضغط فتح، بيظهر بالواجهة البسيطة دي. بنضغط هنا، بعدين اكتفه من هنا، بعدين نضغط تفعيل تطبيق مشرف الجهاز، بعدين نيكست. وفي الواجهه دي يا صاحبي بيقول لك عايز كم مره. اي شخص يدخل النمط بتاعك غلط يبعت لك صورته، يبعت لك مكانه. نخليها مثلا مرتين، بعدين نيكست. وهنا بيقول لك فعل بريد اللي انت عايزه يبعت لك عليه الصور، مكان الشخص اللي خد موبايلك. بنضغط هنا، بعدين هنا، بعدين سماح، وبتختار اي بريد من اللي مسجلين عندك على الموبايل بتاعك، او انك ممكن تضيف اضافه حساب وتعمل حساب جديد عشان يبعت لك عليه صوره الشخص والموقع زي ما قلنا. وليكن مثلا نختار البريد ده، بعدين موافق. دلوقتي يا صاحبي هنضغط نيكست وندي له الصلاحيات دي، سماح سماح سماح. دلوقتي بقى بيجي دور التجربه. لنفترض ان حد اخذ الموبايل بتاعك او لقاه في الشارع وقع منك بالغلط ودخل النمط بتاعك مرتين، هياخد صوره منه تلقائي وهيحدد لك مكانه وهيبعتهم لك على البريد بتاعك بطريقه سهله وبسيطه. يعني فهم دلوقتي الفكره ازاي. وكل علينا نفتح الموبايل، هندخل النمط مرتين غلط بالشكل ده. فدلوقتي هتلاقي اخذ صوره منك وحدد موقعك وبعتهم لك على البريد بتاعك اللي انت حددته. هندخل دلوقتي على البريد بتاعنا بالشكل ده، هتلاقي رساله من التطبيق فيها صوره الشخص مكانه بالظبط. كل عليك تضغط على الخيار ده بالتحديد، يحدد لك مكانه بالظبط. تروح انت بقى للمكان ده تسال عن صوره الشخص اللي هو بعتها لك، تاخد موبايلك بطريقه سهله وبسيطه. فمن افضل التطبيقات اللي انا جربتها وعجبتني جدا. هسيب لك رابط تحميل التطبيق ده في وصف الفيديو تحت. وبس كده يا صاحبي، ده كان فيديو النهارده. قول لي ايه رايك في التعليقات في التطبيق ده، شاروا مع اصحابك على الواتس والفيس. لو حاسس التطبيق هيفيد اي حد من اصحابك، شوف الاربع فيديوهات دول هيعجبوك جدا. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.